بسم الله. السلام عليكم جميعا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نصايب معكم تاكوس منزلي جديد، ويعني كتعرف شنو فيه ونقي. كنحتاجو فيه يعني خبز ديال التاكوس، ممكن اننا نصايبوه وممكن انا نشريو جاهز. المهم انا في هاد الوصفه دي صايبت جبت جاهز. كنحتاج فيه يعني لذات مقطع بشكل طولي، شويه كفته، العطريه كيف ما كنعرفوا، بزار وملحه وسكينجبير وثومه غبره، عندنا فرماج ديال ساندويتش، عندنا لي صوص، عندنا صوص الجيريان، صوص باربيكيو، كاتشوب، عندنا بطاطا مقطعه مربعات. من الافضل انا كنفضل انا نقطعها مربعات ونقليها، احسن انها تكون طويله باش ما تقطعش لينا الخبز ديال تاكوس. عندنا الزيت بطبيعه الحال، وقلنا المهم يعني في مقله غادي ندير شويه الزيت، وغادي ندير فيه هاد لدانت او الصدر ديال الدجاج على حسب الموجود اللي عندنا. غادي نحاول نشحرو، نزيد عليه العطريه اللي قلنا، اللي فيها قلنا ثومه غبره وتحميره وبزار وسكينجبير وخرقوم. دائما على العافيه تكون توسطه مع التحريك. غادي نحاول اننا نشحرو هاد القطع ديال الدجاج اللي عندنا، نزيدو بطبيعه الحال الملحه ما نساوهاش، وغادي نزيدو هاد الاعشاب الموسمه. هي فحقا وليت مدمنه على هاد الاعشاب، هادي كتنسل ليا جميع الاطباق، كتعجبني بزاف، كتلدد اي طبق فحقا كتلدو، ماشي ديال الكفته ديال الدجاج ولا هذا كتلددو. هنا غادي ناخدو مقله اخرى، غادي نديرو فيها بطبيعه الحال الزيت والكفته والعطريه نفس اللي درنا مع الدجاج، وغادي نشحروها. فهاد الاثناء هنايا عندنا البطاطا هي تقلات، عندنا لدان طاب، هاد الكفته حتى هي واجده، والخبز ديال التاكوس بطبيعه الحال. المهم كلشي عندنا حدانا. غادي ناخد يعني ندير لاصوص ديال الارجينيان، وغادي المهم على حساب الذوق، بغا تكثروا كلي ما كيعجبوش يعني لاصوص بزاف، المهم على حساب ذوق كل واحد. غادي المهم نسرحها في هاد الخبز ديال التاكوس كيف ما كتلاحظوا. غادي ندير شويه ديال الكفته هي الاولى قبل ما البطاطا، انا خطأت، المهم غادي ندير الكفته هي الاولى، وغادي نزيد عليها القطع ديال الدجاج اللي عندنا. مره كنقول لكم الدجاج، مره كنقول لكم الدجاج، المهم على حساب شنو اللي عندكم نتوما، يعني كل واحد واختيار ديالو. انا هنا فحق عندي صدر ديال الدجاج، ومن بعد غادي نزيد عليه بطاطا بالملي قليلة، ومن بعد غادي ناخد فرماج. هنايا فرماج ديال ساندويتش، كما الأفضل يكون شيدر. هاد الماركة هادي زوينة بحق، جربتها عجبتني بزاف وليدة. ومن بعد غادي نزيدو صوص باربيكيو، بالنسبه للكفته فاش كنت كنشحر فيها، المهم ما صورتش هاد اللقطه هادي، زدت عليها حتى شويه ديال الكاتشوب، من الافضل حتى ما نديروه بحال يعني في مع هاد يعني مع التخليطه هادي، من الافضل نديروه وهي كتشحر كنزيد شويه الكاتشوب، كتبنن هذيك الكفته صراحه كتجي زوينه. هذا هو السر ديال اللذه ديال التاكوس هذا. المهم طبيعة الحال غادي نلويوها على شكل هكدا مستطيل بحال شكل تاع فاش كنبغيو مسمن، وطبيعة الحال غنبرسيوها. و هانتوما كيف ما كتشوفوا كيجي زوين لذيذ فحقا، كيعجبني للكبار ولا الصغار، وكتعرف راسك شنو كتاكل حسن من سناكات.